هي جاب علي باكي، جاب معه شغلات تانية، حب يشاركنا بعيد ميلاد عاصي يعني، ونحن ما حبينا نخجله. ما في مشكلة لك بنتي، صار واحد منا، بس كان لازم تتصلوا بأمير وتعزموه كمان. هالشباب محترمين كتير وصاروا من أهل البيت. ايه مزبوط. أهلا وسهلا، يسلموا، شكرا لك. رح سلم على حسام بيك قبل ما أروح. لساته قاعد بالبلكون؟ لا والله هو بجنيني، تفضل معي لهنيك. ماشي. ليكن اجوا. مفاجأة. يلا يلا. سنة حلوة عاصي، سنة حلوة عاصي، سنة عليك يا حبيبي. سنة حلوة عاصي، سنة حلوة عاصي، سنة حلوة يا عاصي، سنة حلوة يا عاصي، سنة حلوة يا عاصي. برافو. بدي غني لك اليوم أغاني حلوة كتير، وقد ما بدك يا عاصي أنت، بس طلبي شو بتحبي تسمعي وأنا تحت أمرك. يا الله شو بسطتيني هلأ، يا الله. يا الله شو عليكي نفات. لما كانت عاصي صغيرة كانت تعذبنا، كانت نطوة مثل الصبيان. ناني مان كانت كتير تخاف انها توقع حالها، بس بعدين هديت، ما عاد عذبتنا ولا اكلنا همها بنوب. هلأ هالايام صارت هي تاكل همنا. اي والله. تفضلوا يا جماعة، كل عام وانت بخير وسعادة وعقبال 100 سنة. شكرا كتير بابا، عن جد شكرا كلكم. صحتك يا روح جدك انت. جهينة ناولينا صحون بنتي. جهينة هاتي سكين. يلا جميل تقعد. عاصي تجي معي شوي. مين رح يقطع الجاتو؟ يلا يا بنات. ماما انا رح اقطع. خلينا نوزع الصحون. يلا باكل لحالي يا بنتي، لا تعزبي حالي. سياد حبيبي ناولني صحن. تمام تكرم عيني، خدي حبيبتي. حق معك الفطاير كثير طيبة. جدو شو صب لك؟ بدي عصير فواكه. خجلت اعطيك اياه قدام. هيك منيح ولا اكثر؟ لا لا حاجة. حطي البيتي فور انا جاي. شكرا كثير عاصي. ممكن تلبسي؟ اعطيني لشوف شو هاد حبيبتي. رح اخذ لك كل الهدايا على غرفتك. بدنا نقطع الجاتو، يلا تفضلوا. ماشي يلا. خالتي عاصي، خالتي عاصي، تعي معي بدي اقول لك شغله. شو بدك حسين؟ قلي شو بدك. تعي معي شوي الله يخليكي، يلا بسرعه. عاصي يلا نحن عم ننتظرك. يلا 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 لازم تروحي معي. حلوه بهالمناسبه. ايه عاصي يلا تعي، كلياتنا جاهزين وناطرينك، بدنا نقطع الجاتو. حسين انا ما فيني روح، ممكن تترك ايدي؟ عاصي يلا قطعنا الجاتو. بعدين لوين لازم نروح؟ ليش ما بتقلي؟ يلا بقى امشي. عاصي يلا. اهلا وسهلا، شرفونا. انت لازم تروح على محلك السري، في مفاجأة مستنيتك. شو قلت؟ حسين ما سمعتك. شو استاذ؟ قديش لازم نستنى؟ صحيح اهلي راحوا عندكم على البيت؟ ايه حبيبي، اهلك من ساعتين صاروا عندنا. شرفونا لبابك.
أهلين حسام بيك. شو أمير أنت وينك؟ ما عم بسمعك منيح، ممكن تعلي صوتك لو سمحت؟ عم أقول لك أنت وينك هلأ؟ نحن عم نحتفل بعيد ميلاد عاصي، رح ننبسط كتير إذا أجيت، وعلي بيك هون كمان. جيب ملك ورسلان وتعوا بسرعة. شكراً كتير، ملك ورسلان من هون، راحوا عالضيعة. طيب تعال أنت. بس أنا برات البيت وما رح الحق اجي. طيب على راحتك. تسلم. شو مع مين كنت عم تحكي؟ حكيت مع امير، قلت لحالي بعزمه، ارس لانه ملك مو موجودين، كمان هو بعيد شوي عن البيت وما بيلحق يجي، كان لازم نعزمه من الصبح. لا تطلعي بالولد وتغمزي. أنا بأمر الحجة، هي قالت لي أقعد. وقت اللي قالوا لي إنه إجت أختها للمرحومة، قمت الطنجرة من على النار وإجيت ركض. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. مين هي؟ ليش ما عرفتيها؟ شو صاير لك سهيلة؟ معقول مو متذكرتيني؟ آه خالي هاجر؟ ايه خالي هاجر. حبيبتي حبيبة قلبي رسلان، اشتقت لك يا بنتي. جبنا شي شغله نشربها. طمنيني عنك. كيف الحمد لله انا منيح. تعالي هون. تعي تعي حبيبتي، عيدي جنبي يا بنتي. تعي بدي تجيب لنا شويه اغراض من المحل، شيبس وعصير وهيك شغلات. يلا مسك، بدنا نعمل كبه ني. اسالهم اذا ناقصهم شي. شايفه العجقه؟ شو اخبارك؟ كل اللي بيعرفوها هون عم يجي. ماشي الحال. انتو كيف؟ والله بعد زمان يا بنتي. سمعنا انك باسطنبول. لا تاكل. خلص استقريت. برافو عليكي. طيب خطوة حلوة. قدك الميس يا عمري يا غصين الفاني كاليسري أدى أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري قدك المياس يا عمري يا غصين البان كاليسري أنت أحلى الناس في نظري جل من أهلين، رجعتوا على البيت ولا لسه؟ أمير لو تعرف وين نحن هلأ. مساء الخير. مساء النور يا أمير. إيه أمير تفضل. تسلم الله يخليك. حبينا نضل بالضيعة، تعال لعنا أنت كمان. أنا كتير مرتاحة هون، كل الناس اللي هون إجوا ليشوفوني. يلا عم نستناك. أهل جاي منيح. انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري. لي زمان كتير ما شفت لبنتي مبسوطة هيك.